أراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل، ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.